سنة 600 هجرية. مدينة فاس كانت من المدن الصناعية الأولى في العالم. مدينة فاس كان فيها أكثر من 3000 مصنع لنسج الثياب. بالضبط 3064. كان فيها 47 مصنع للصابون، 86 مصنع لدبغ الجلود، 116 دار للصباغة، 12 مصنع لتسبيك الحديد والنحاس، 11 مصنع للزجاج، 135 مصنع لصناعة الجير المستخدم في الطلاء، 400 مصنع للورق، 188 مصنع للفخار. كان فيها 200 مكتبة لبيع الكتب. سنة 600 هجرية، يعني من أكثر من 800 سنة من دلوقتي. هذه مدينة فاس، وهذه أمثلة. ليست هذه حضارة المسلمين العلمية، احنا بس بنفتح صفحات بسيطة جدا 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 في حضارة المسلمين العلمية. الحضارة الإسلامية إخواني فعلا كانت حضارة تجمع بين علوم الشرع وبين علوم الحياة. كانت حضارة تجمع بين بناء المصانع وبين بناء الإنسان. حضارة تجمع بين المادة والروح كما رأينا. حضارة تجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. حضارة فعلا متميزة.